تخافش على أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الجماهير والرهان الكسبان. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم لقاء الخميس. حلقة الليلة تحمل الرقم 874، ويمكن ديت وأي توقيت دايما بيبدو الرهان الدائم والمهم للنادي الأهلي على جماهيره باستمرار، والعكس ورهان الجماهير على النادي الأهلي. يا أستاذ إبراهيم، أعظم لحظات التلاحم بين الأهلي والجماهير عندما تكون الأمور مش مستقرة فنيا زي الوقت ده. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا كنت في مكان ما وكان هناك حشدا جماهيريا. طب ما تنصب ليه؟ ليه حشدا جماهيريا؟ حشدا؟ لا ما تنصبش، كان هناك حشد جماهير. ما فيش حشدا؟ ما فيش نصب يعني. جديدة والله. مش عايزين ننصب على الناس. كان هناك حشد جماهير. حشد جماهيري. أيوه. كبير. وكان كل من يقابلني، البعض يريد أن يلتقط صورة. والبعض يريد أن يلتقط صورة ويتحدث في الكورة. أيوه. والبعض يريد أن يتحدث في الكورة. ولا غير صورة. ولا شان له. وده اللي ده بقى يعني كان بيريحني. الغاضب. ده كان بيريحني. أيوه تعالى. ليه؟ لأن أنا أنت عارف موضوع التصوير ده ساعات بيبقى، لكن ما نقدرش طبعا يعني طبعا. إن إحنا يعني نكسر خاطر حد يعني. طبعا. كان الكلام كله يا باشمهندس إيه؟ في إيه؟ يا باشمهندس عايزين راس حربة. ايوه يا باشمهندس، الكلام اللي انت تبتدي لما يتردد، ما تقدرش تكون سعيد حتى لو كسبت بطولة العالم وما جبتش فيرود. كان هيقول لك انت فين الفيرود؟ وهنا انا اللحظة اللي كنت اخشاها ان تتحول الصفقات الى هدف، الى بطولات، ان الناس تبقى معنية بنجاح الصفقة. ولكن أنا أنظر الأمور أن يجب أن الصفقة تيجي وتضيف، ودي لي اعتبارات كتير جدا. وما يراه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني، ما هو لا يرى بعيون الجماهير. الجماهير عايزين لعيب، وفي الآخر الاتنين عايزين يشوفوا النتيجة طبعا. لكن أحيانا الجماهير تتحمل اللعيب اللي عنده طعم. اللعيب اللي بيقدم امارات ومهارات. فكنا بنواجه الناس بالحقائق اللي قلناها مره واثنين وثلاثه. وكنت انا شايف ان لابد ان انقل اليهم المسؤوليات اللي احنا بنتوقعها من بعضنا كلنا. احنا نتوقع من الإدارة انها تدرس الأسباب وانها تتخذ من الإجراءات ما يتلافى او يعيد النادي الأهلي الى طريق الاستقرار الفني والهيبة الفنية. تمام. كذلك اللعيبة، وهو عليهم جزء كبير جدا، واضح جدا السنة دي. وايضا انا لما اقول الاداره بقول الاداره العليا بما تتخذ من خطط وسياسات، والاداره التنفيذيه اللي هي بتتمثل في اداره الفريق، الاداره ثم الفنيه، الاداره الفنيه. لا اعفي ولا ياتي دور الجماهير. دائما النادي الاهلي يحتاج جماهيره في مثل هذه اللحظه، اللحظه التي ينقض عليه الجميع بالتشكيك وتضخيم السلبيات، وان الجمهور يبتدي يفقد الثقه ويكلمك في النقط اللي هي يعني. تبقى انت جايب مثلا اكبر خط هجوم، فين المهاجم؟ مهم تجيب مهاجم. صدقني على مستوى العالم ما فيش حاجه مهاجم يجيب من انصاف الفرص
ولا مبابي ولا كلهم، كل واحد بيضيع. هو تعبير يعني، تعبير بقى راسخ في ذهن الناس. ولذلك من كتر التوقع العالي مش هيقبلوا بأي أداء، حتى لو جبت مين إذا أخفق في ماتشين ثلاثة ورا بعض ما جيبش جوان. وده حصل مع أزار، وحصل مع باجي، وحصل مع محمد شريف، اللي بنقول هم أحسن من أي حد تاني جالنا النهاردة. طيب النهاردة في قوة جديدة بتخلي الدنيا صعبة. إيه القوة دي؟ قوة إن نبض الجماهير وراء الجماهير اللي كان في البيوت انتقل إلى الشاشات وإلى أسماع الأجهزة، فعمل نوع من الارتباك بضعف من المشكلة مش بيحلها. ولكن أنا رهاني ومضمون الحلقة هيكون في هذا السياق، إن الجماهير هتراهن على صحوة الأهلي ثقة منها في إدارته، وإن الأهلي هيراهن على تلاحم جماهيره في النهاية. هيبقى في فئة غاضبة طبعا مش هتعرف إنك أنت تخلي الدنيا كلها تتكلم لغة واحدة، والغضب مشروع ولكن إلى حدود عدم الإضرار بالمصلحة العامة. وما بين الشعور بالمسؤولية وعدم